أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا ألف باء الخياطة على قناة بيتي. اليوم حتكون فكرتنا إعادة تجديد لفستان موجود عنا بس بطريقة سهلة. طيب خلينا مبدئيا نشوف فستاننا كيف شكله. فستان عادي أنا مثلا لبسته مرة اثنين بس حسيته أنه خلاص لازم أني أغير شوي بالموديل تبعه، كان له كم فكيت الكم، أنا ما بدي إياه للكم. تمام، هلأ بدنا نفكر بالبداية مثلا أنا شو القصة اللي بتزبط مع الفستان نفسه. طيب فستاني سادة ما فيه ولا أي قصة غير تصريفات بنس عادية. طيب اللي حنعمله حنخلي الصدر مثل ما هو بس حنكبر الياقة شوي. أوكي، واحد، طبعا هذا الصوت هو صوت السحاب من ورا. تمام، أوكي، اول شيء رح نعمله حناخد، طبعا اول شيء عدلوا الافكار او حددوا الافكار اللي انتم بتكون اياها، بعدها مباشره بنشتغل. اذا حنكبر الياقه، تمام، او نعملها مثلا قصه في او قصه القناطر اللي بتجي هيك مستقيم بعدين انطره للداخل. تمام، هي واحد، الكتف حيصغر عندي. تمام، طيب نرجع للخلف، اليوم فستاننا حيكون شغله اكثر من الخلف. طيب هاي الفستان، طيب شو هعمل؟ رح افتح من عند هون، احنا قلنا بدنا نصغر الكتف، حناخد من عند الكتف هيك، تمام، حفرة مدورة او في اللي انتو بتكون اياه. تمام، حنشيل هذا الجزء ونعوضه بقماش تاني. طيب القماش التاني حيكون عنا دانتيل، عندي قماش دانتيل. اوكي، حناخد هذا القماش حنعوض المسافة اللي حناخدها من فوق بقماش تاني. تمام، بعدين بنشوف اذا زاد معنا ممكن ناخذ من الاطراف تبعيته او الديزاين او الستايل الموجود بقلب الدانتيل، ممكن نوزعه على الياقة من الامام او ان كان ما له محتاج فخلص ما له محتاج. هلا نفتح الفستان ونقلبه للخلف. طبعا لما بدي اعدل لازم طبق الصدر على الصدر والظهر على الظهر حتى اقدر اخذ النص. تمام، هلأ هاي عنا حط خط الجنب على خط الجنب، أهم شي تطبقوهم صح، يعني يكون الخياطة مزبوط، يعني واحدة مثلا زاحلة شوي يمين أو ما يعني يسار مشان لما نقص يطلع لنا الاثنين تماما مثل بعض. تمام، اوكي، اذا بدنا نحن مثلا بدنا نغير احنا اساسا الشكل كلياته، ففينا نفتح الكتف من هون، ما عندنا مشكله، سهل على حالنا من عند خط الدرز من هون. حاولوا ما تاخذوا كتير لانه يعني هو اساسا ما في معه كتير. انا هيك فتحت الصدر عن الظهر. طيب واحد، نرسم الحفرة تبعيت الرقبة. طيب هناخد مثلا مسافة هيك من هون خط، تمام، هلأ هنثبت عشان اذا قصينا شايفين شلون دغري بيفرق معنا. لازم هنقص على العلام يلي حطيناه، طبعا فيكن تعطوها مسافة خياطة صغيرة بس انا هاخد يعني يا دوب عرض رجل الماكينة هيك، هاي شيلت هات بالامام، انا ما بدي اعوض شيء بالخلف بس مكان التعويض حيكون عندي. هنشيل هاي الخياطه، تمام، لازم يكونوا جهتين بقياس بعض.
اوكي هاي الامام جاهز. هلا بدنا نجي للخلف، نشيل هدول. نشيل هاي الخياطة. طبعا هو كان في كم بس انا شلته، ما احتاج الكم. انا عم شيل بس الزوايد تبع القماش، هي ما بدي اياها خلص. طبق الاثنين على بعض ومناخد خط منحني او مستقيم، انتو هون بقى حرين اللي انتو بدكم اياه او الشكل يلي بناسبكم. طيب هاي الظهر، هون الكتف، قديش معي قياسه؟ لازم تتأكدوا من قياسه مشان يكون عندي نفس قياس الكتف الثاني. هون 4 سنتي، هي 4 سنتي، تمام. اذا حتبدي القصة هيك من هون. طيب بدكم اياها مستقيم او مدورة انتو قلنا حددوا، بس خلينا نثبت هيك حتى، لانه القصة اللي بدي اخذها من هون بدي اعوضها مباشرة، فانا ما بدي شيلها، هي لازم تكون قياسها صح هيك. حتى لو كانت عميقة شوي ما في مشكلة. تمام، هلأ شو حنعمل؟ انتبهوا، هاي القصة اللي حناخدها لازم تتعلم من الجهة الثانية، لأنه طريقة التركيب تبع الدانتيل اللي حناخدها حتتركب على نفس القصة. طبعا هون لا تنسوا انه السحاب بدنا نرجع نركبه، يعني السحاب بده فك. طيب يلا خلينا نقص. وصلنا لهون. هلا السحاب كيف بدنا نعمل جهة السحاب؟ يا اما منفك السحاب، يا اما شوفوا هشوف اذا فكه سهل، هاسحبه سحب. هياخد وقت، هقص هيك وبعمل حساب انه بدي ارجع رجع. هاد جاهز، باخد الدانتيل. اي قماش عندكم تاني مثلا؟ هلا انا يعني صدفت انه عندي نفس اللون، طبعا هيك طوله. في اوقات الدانتيل مثلا ممكن نقصه على الطول، في اوقات ممكن نقصه على العرض، شايفين؟ هلا ناخذ القصة هيك مثل ما هي، بنرجع بنرجع مثل ما كانت القصة. هاي السحاب، هاي مسافة السحاب، بعطيها مسافة تمام. ومن هون من فوق كمان في عندي خياطة صغيرة، فنحن هنحط هيك. أعطيها سنتي واحد. سنتي، السنتي اللي اخذناه هون هاد تمام. هلا هون حنعوضه بالجهه هاي. انا لا عم وسع ولا لي عم ضيق. Thank you.
حيجي هاد هيك. هي حتركب هون تمام. طبعا هي الخياطة حتفوت فوق بعضها او بقلب بعضها تمام. وهي عندي من هون هيك. طبعا هي الكفة لتحت حتكون مسافة تعويض، شلتها من فوق وحطيتها دانتيل. هيك انا بكون عملت تعديل الفستان، كبرت الياقة تبعته من الامام ومن الخلف، اخذت القصة حطيت مكانها دانتيل. حنطلع فاصل صغير حفكسها حب وجهز لكم الفستان، حنشوف طريقة التطبيق بس بعد الفاصل، فلا تروحوا بعيد. اهلا وسهلا فيكم من جديد. قبل الفاصل قصينا الفستان بطريقة سهلة وبسيطة، قلنا حنعدل على ستايل تبعه او شكل انه نحن لبسناه اكثر من مرة حبيت غير فيه شوي، فشلنا جزء من القبة، فكينا اول شيء الكتف، بعدين اخذنا جزء من القبة غيرنا شكل القبة من الامام، ومن الخلف اخذنا حفرة من عند خط الكتف الى خط السحاب بشكل منحني. هلا حنشوف كيف حنعوضها. طبعا انا خلال الفاصل فكيت السحاب طبعا لانه يعني ما فينا نقصه بعدين كيف بده يتركب تمام. ووسعت حفرة الجيرو بس خليت لكم حتى اورجيكم اياها، وسعتها شوي صغيرة يعني بما انه كان مركب كم فبتيجي الحفرة شوي مختلفة، يعني مجرد تعديل القصة. هي الصدر عنا تمام، وهي حفرة الجيرو اوكي. يعني ما اخذت من جزء العلوي بس اعطيتها شوية عمق من الاسفل. طيب هلا نحن شو حنشيل او بالاحرى قبل ما نشيل، هي الخلف وهي القصة الاولى اللي نحن شلناها تمام. شلناها هلا هي نزل هي اوكي. حناخد انتبهوا بس في شغله رح اقول لكم عليها. هون خط الكتف عندي صغير وهون خط الكتف صغير، نحن هون شو عاملين؟ اخذنا الخلف كامل. طيب هلا هذا الكتف صغير حيركب هون، هي المسافه كلها وين حتروح؟ هذا الشيء لازم انتم كثير تنتبهوا له، اللي هو شو حنعمل؟ حطها هيك كاني انا ركبتها وبعدل الخط بحيث يعطيني حفره للرقبه بشكل صحيح تمام. طبعا يعني هاي التفاصيل ما فيكم مباشرة انكم تعملوها لحتى تشوفوا كيف حتعملوها وبعدين بتعدلوا عليها. هناخد طبعا هاي حفرة الرقبة يفترض من هون وهذا الكتف، هناخد هيك بشكل منحني خفيف للخط فوق تمام. هلا صار شغلنا صحيح، عندي خط الكتف هاد حيركب معها. طبعا هون في خياطة وهون في خياطة، حيطلعوا الاثنين قد بعض. هناخد خط منحني للجهتين. طيب نفتح هي الدبوس هاد وبناخد جهة هيك والجهة الثانية هيك تمام. هلا حنطبقهم على الماكينة. هلا مجرد ما طبقنا القصه فيكم مثلا انتم تضيفوا للفستان مثلا حسب هو شو فيه، هو فيه ترتر او حبات برق صغيره، ممكن تزيدوا او تكثفوا شوي البرق عند اطراف القصه مثلا، او تحطوا شوي ستراس يعني اذا بدنا نعطيه شوي ناس بتقول له برق وناس بتقول ترتر، يعني المسميات تختلف مهم الفكره. تاخدوا الخط الثاني هاد نحطه هيك تمام. لازم يكون انحنائنا تبعية القصة كامل تمام. يلا وبنمشي على العلامة اللي نحن حطيناه. Thank you.
هاي القصة الأولى. تمام، أخذت الشكل المنحني اللي نحن بدنا اياه. بيبقى عنا هون تركيبة السحب، هنعمل الجهة الثانية. بس واحدة مركبها من فوق من عند خط الرقبة أو الكتف، والثانية مركبها من هون مشان العلام يكون معنا مزبوط. شوفوا هاي الجهة وينه؟ ضيعتها، أنا ضيعتها. طيب شوفوا هاي المسافة الصغيرة، شايفين؟ سنتي واحد تقريبا. أوكي، لما بدي ابتدي تركيب الجهة الثانية من الخلف بعمل حساب نفس المسافة، فبطلع من هاي نفس المسافة هيك. أوكي شايفين؟ وبطبق ابتدي من هون، لأنه لما بنركبها لازم كتير كونوا منتبهين، بعدين بيطلع معنا جهة أطول من الثانية. وزعوا المسافة صح مشان تطلع معنا القصة مزبوطة. أنا الدبوس مفروض عندي من تحت، شيله وانتبه. تمام، خلينا نشوف شو صار معنا هون. هي خط الجنب، هي القصة. تمام، اوكي. شوفوا مسافة الطاولة اللي نحن اخذناها صارت عنا جاهزة. هلا شو بعمل؟ بدي اخذ خياطة السحاب، فحيكون عندي 3 سنتي للداخل من هون هيك، ومن هون نفس الطريقة. كتير مهم انه تكون خوايطكم من هون على القد، يعني ما بصير شوفوا تنتين على قد بعض. اوكي، ما بصير تطلع واحدة مثلا هيك بالتركيب، واحدة تطلع واحدة طويلة واحدة قصيرة، بيطلع هالتركيب غلط، وبنفس الوقت يعني يعتبر عيب، عيب بالقطعة طبعا، مو عيب انه نحن عملناها هيك. طيب هلا رح نركب السحاب وبعدين نسكر الاكتاف ونشوف شو حيصير بفستاننا. فك الرجل، ناخذ رجل السحاب المخفي، هناخذ جهة اليمين اول او جهة اليسار يلي بتكون. هاي سحابنا هون. طبعا نحن ليش اول شيء قصينا حفرة الرقبة هاي من هون؟ لانه لو ركبت السحاب من فوق، طيب بده يكون هون على الهواء، فبيقلب هيك، فهذا الشيء غلط. هلا بيبتدي السحاب من هون. هاي شوفوا هاي القطعة اللي نحن كيف كانت هيك. اوكي طيب، نحن قلنا انه عدلنا المسافة الطاولة تبعت القماش اللي اخذناها، قصينا مكانها دانتيل. طيب قصينا، كان عندي خط الكتف من الامام مثلا 3 أو 4 اللي هو اخذنا نفس المسافة بالنسبة للقصة من هون. طيب المسافة اللي حتجي معي من عند خط الكتف، عفوا من عند خط الكتف اللي انا حددته لنهاية او بداية خط السحاب، هاي المسافة كلها وين بدها تروح؟ بدها تكون يعني لحالها على الهواء، فما بصير هذا الشيء. فانا دغري بعدل الحفرة. تمام، عدلت الحفرة بحيث تطلع معي خط متناسب مع الأمام، وباخذها هيك بشكل منحني. هلا ببتدي تركيب السحاب من هون. طبعا السحاب المخفي كلياتنا متذكرين كيف ركبناه. نجيب السحاب هيك. تمام، السحاب المخفي كتير مهم تكونوا عارفين الشكل تبعه. هلا هيك نقلب هاي لهي الجهة. تمام، ومنحطه. إذن هناخد
خط من هاي الجهة، وانتبهوا دائما لا يلف معكم من تحت من هون هيك. اذا لف معكم هيك وانتوا عم بتركبوا، لما تكون تجوا تسحبوا ما بيتسحب معكم، يكون في مشكلة. تمام، يلا طبعا رجل السحاب المخفي لها يعني عيار بتعطيني القطبة داخل السحاب، ما تشدوا أبدا. ننزل تحت الخط اللي نحن محددينه لبداية السحاب أو نهاية السحاب شوي صغيرة، ما ناخد كتير، يعني قطبتين أو ثلاثة. هلأ نركب الجهة الثانية. أوقات نقص الخيط بإيدنا، بس أوقات بخاف من هذا الموضوع، بخاف أحيانا من هون تقوم ترجع تقطع الإبرة، فأنا هاي الماكينة حيرتني. يعني طريقة الشغل يعني بتختلف فيها من درزة، الدرزة تبعيتها طبعا هي تعطيكي الغرض اللي انت بدك اياه اكيد، بس هي متعودة على الماكينة الصناعية بلاقي في فرق كتير كبير. اولا برجل الماكينة، لانه لما بدنا نرفع رجل هي من هون تمام، وهديك من تحت من عند الركبة اليمين، فبضل بخربط. مرة باب بيجي بدي باخذ على اليمين، مرة بفتح من هون، ومرة بيجي بدي اعمل خط الروحة ورجع تبعت القطبة. هي الماكينة المنزلية من هون من قدام، الماكينة الصناعية هيك من على اليمين، يعني كله في سبيلكم. طيب هلا حننتقل للجهة الثانية. هاي الفستان، شوف هاي اول جهة. هلا الجهة الثانية بتطوي هاد هيك وباخذ السحاب. برجع بقول لكم انتبهوا للسحاب ما يكون لافف معكم. هلا شو يعني مو لافف؟ يعني هي ما تكون هيك تمام. لما بدي اجي شده بيكون عندي من هون غلط، فانتبهوا. انا كثير يعني قد ما كان الواحد متمكن ومتمرس منه، القصه مو انه نوقع هون، لا، انه يطلع معي الجهتين نفس الطول، هذا اهم بكثير. طيب بفتح هيك من هون، بحدد، برفع شوي السحاب لفوق مشان اخذ القياس مزبوط هيك، وهي طوية هيك للداخل تمام. كتير مهم عندي يطلعوا جهتين قد بعض تمام. من هون باخذ السحاب، انتبهوا، لانه طبعا هي قصة يعني تعتبر انا دخلتها على الفستان، يعني ما لها قصة اساسية فيها. كتير مهم هذا القياس، بحط دبوس هون تمام. ومن هون كيف ابتديت السحاب؟ مثلا انا طلعت تركيب مثلا لفوق، ابتديت السحاب من تحت، حسب ما ابتديتوا فيه بتاخذوا الجهه الثانيه. هلا حطيت الرجل السحاب على الجهه الثانيه وراح نركب من هون. في منهم بيجوا بس جهه واحده، يعني الرجل تبعت السحاب المخفي بتجي نص هي، بس طبعا يعني ما بتفرق هي ولا هي، المهم تعطيني النتيجه صح. الفكرة بالسحاب المخفي انه بتجي القطبة، شوفوا وين شايفين، هلا هاي تبرم هيك لجوا، شايفين هاي سن السحاب مبروم للداخل، القطبة بتجي من هون من جوا تمام، لانه اذا اجت على اسنان السحاب نفسها ما بينسكر، يعني ما بتسكر السحاب معنا.
اي خيطان بتطلع معكم على الاطراف من هون او من هون كلها شيلوها مشان ما تعلق السحاب. هيك انا بكون ركبت السحاب. بيبقى لي خط الكتف بس، هنشيل هاي حتى نشوف الفستان كيف صار معنا. تمام، هلا بنقلب مره واحده ونشوف شو صار بالسحاب وبالقصة. هلا هناخد خط الكتف من هون ونعمل درزة. هاي الكتف الأول، بناخد الكتف الثاني. طبعا لا تنسوا نحن كبرنا حفرة الجيرو، يعني الخياطة من تحت بدها درز مرة تانية حتى ما تفك. طبعا بدنا سجاف لحفرة الجيرو وسجاف لحفرة الرقبة. هلا اذا قلبنا فستان شوف، هالمرة رح نقلب السحاب من الوجه. تمام، هاي السحاب شلنا هذا الخيط حتى ما يعلق. اوكي، قلبنا هاي، سحبنا شوي شوي هيك. شوفوا هاي سحبت، كتير مهم تعطوها يعني ما تشدوها بالزور يعني بالعافية. طيب شوف هاي، شايفين الصدر سوري الظهر كيف صار معنا، تغيرت كله. طيب هذا من هون حيكون طبعا شفاف، اذا احنا بدنا اياه مبطن فما كان في داعي انه مثلا نشيل القصه هذيك، او فيكم تخلوها نفسها، معناها بهي الحاله بدكم تركبوها تركيب عليها. تمام، هلا هي الخلف وهي السحاب وهي الامام. تمام اوكي، هلا بيبقى عندنا سجاف عادي للقبه او يعني ان كان من هون او من الخلف مع حفره الجيرو بطريقه سهله وبسيطه. نحن حولنا الظهر تمام بتعديل بسيط، اخذنا الحفره بشكل منحني وغيرناها بقصه ثانيه او قماش ثاني، انتم حرين بدكم اياها مبطنه، بس طبقوا قطع يعني قصوا الشكل اللي انتم بدكم اياه وركبوها تركيب عليها. يا رب بتكون الفكره عجبتكم وتكون طريقه التنفيذ سهله. انا حكمل الفستان وحط لكم اياه المانيكان تشوفوا الشكل النهائي تبعه كيف حيكون. حلقه جديده ان شاء الله بانتظاركم بالايام الجايه، تابعوني ببرنامجنا الف بالخياطه على قناه بيتي. مع السلامه.